وخلال نشرة سابقة أكد الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين أن هذا التصنيف يتكون من 200 مؤشر لقياس مدى تأثير الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17. موضوع التصنيف الحالي يتعلق بما نشرته قبل أيام المؤسسة العالمية اللي هي Times Higher Education الImpact Ranking في المملكة المتحدة، وهي مؤسسة مختصة دوليا بمجال تصنيف الجامعات لمقارنة أداء الجامعات عالميا. ويعني هذا التصنيف يعد لقياس التأثير أكثر تصنيفات الجامعات شمولية، فهو يتكون في الواقع من 200 مؤشر لقياس مدى التأثير للجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي هي 17 هدفا معتمدة من الأمم المتحدة، ذلك ضمن معايير رئيسية أهمها التعليم الجيد، الاستشهادات العلمية بالأبحاث الصادرة عن الجامعة، عدد الأبحاث، البيئة التعليمية للجامعة، إضافة إلى النظرة العالمية للجامعة وما تحققه من شراكات مع القطاع الصناعي وقطاع الأعمال، بجانب تأثير المناخ ومساهمات الجامعة فيما يخص التنمية المستدامة.